بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. جرامر الوحدة السابعة للصف الثاني الثانوي بيتكلم عن الظرف أو الحال. إيه هو الحال؟ الحال اللي هو عليك في العربي بالظبط، يعني أنت عليك الحال في العربي اسم فضلة نكرة يصف هيئة الفاعل منصوب. فطبعا يصف هيئة الفاعل إن هو إيه؟ إن هو بيصف، أقول مثلا أتى عمرو راكبا، فراكبا دي هي الحال عندنا في الإنجليزي زي كده. بس الحال عندنا ده كده عرفنا ايه هو الحال او الظرف، عايزينه بيصف ايه اصلا، وعايزينه في نفس الوقت نعرف انواعه ومكانه في الجمله، تمام؟ فاول حاجه الظرف ده او الحال بيقول لي مثلا انا عندي الصفه اللي هي سلولي. سلولي سلولي يعني بطيء، سلو سلو سلولي بطيء. اقدر اوصف بيها شخص زي ما اقول مثلا ايه، شي از سلو، هي تكون بطيئه. فانا وصفتها بطيئه في كل حاجه بقى، في الاكل والشرب والايه واللعب والجري والمشي وكل حاجه بطيئه. لكن بقى الظرف بقى بيحدد حاجة معينة، عشان كده الظرف لازم يصف فعل، يصف فعل. فبقول ايه بقى؟ She walks slowly، هي تمشي ببطء. الفرق بين الظرف والصفة ان الظرف بيضاف له ال واي في اخره، واحيانا اضعف ال تبقى ال واي، واحيانا احذف ال واضيف واي بس ما اذا انتهت بال اي، يعني شوية حاجات كده بتوع الحروف دي مش سهلين يعني، تمام؟ طيب هنا بقى يبقى انا عرفت اول حاجه ان لما يكون فيرب تو بي يبقى دي صفه، ولما يكون فعل يبقى ده ايه؟ يبقى ده ظرف. وما تنسوش ان احنا شرحنا الدرس اللي فات بتاع الوحده السادسه ان في فعل بيجي بعديه صفه وليس ظرف، زي لوك يبدو، وزي مثلا ساوند، وزي فيل يشعر، وهكذا وهكذا، تمام؟ فاول حاجه بقى ان الظرف هنا بيصف ايه؟ فعل. وصفتها اما اقول شي ووكس سلولي، هي تمشي ببطء، يبقى معنى كده ان هي ايه؟ وصفت المشي بس ان هو بتاعها بطيء، لكن مثلا ممكن يكون الاكل سريع والفهم سريع وما الى ذلك، تمام؟ طيب ماشي، دي اول خطوه. الخطوه اللي بعد كده قال لي ايه؟ قال لي مثلا شوفوا الجمل دي، هي جيفز اس سبيس انسرز، هو ادانا اجابات عاوز يقول لي اجابات خاطئه. فانا بقى هاخد رونج ولا رونجلي؟ هو المفروض كان فيهم واحده رونجلي، طبعا بما ان ده فعل بقى فانا هوصف هنا رونج انسرز، هتبقى الاجابه رونج يعني سواء كانت دي او دي. بس هو لو جاب لي ظرف مش هينفع اخد ظرف هنا مع ان الجمله فيها ايه؟ فيها فعل، بنجيب الحاجات الشاذه يعني. طيب all boys كل الاولاد looked يبدو هابي ولا هابيلي؟ مع ان في فعل اهو، لا طبعا هتبقى صفه هنا علشان نخالف المعنى اللي فوق، تمام؟ على اساس ان الفعل look بياخد بعديه صفه وليس ظرف، تمام؟ دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه بقى ان عندي بقى هنا الجمله دي، اقرا الجمله دي معايا كويس. هي از فيري سلو، هي از فيري سلو، هو بطيء جدا. طيب لو بصينا الفيري هنلاقيها ظرف ولا صفه؟ طبعا ظرف، تمام؟ طيب سلو صفة، يبقى هنا الظرف وصف ايه؟ يصف صفة، يبقى هنا الظرف وصف صفة، تمام؟ طيب الجملة التانية، he speaks English very well، بيتكلم انجليزي كويس قوي. طيب هنا بقى عندي very ظرف، وعندي well ظرف برضه، يبقى هنا الظرف يصف ايه؟ يصف ظرف، تمام؟ يصف ظرف زيه. طيب fortunately لحسن الحظ I have a car، أنا عندي عربية، يعني على اساس ان هو كان عندهم مشوار وقال لحسن الحظ ان انا عندي الايه؟ العربيه. هنا بقى الظرف يصف ايه يا ترى؟ طبعا قال لي يصف جمله، يصف ايه؟ جمله، يعني انا ابدا بيها الكلام انترستنجلي سربرايزنجلي اي واحده من دول، تمام؟ طيب انواع الظرف بقى تعالى نشوف. يبقى احنا كده هي دي كانت انواع الظرف، ان في ظرف يصف فعل اللي احنا قلناه ورا، وفي ظرف يصف صفه، وفي ظرف يصف ظرف، وفي ظرف يصف ايه؟ جمله. دول اللي احنا قلناهم. انواع الظرف بقى عندي نوعين، في اغلب الاحيان بيبقوا نوعين بس، تمام؟ حاجه اسمها ظرف الحال اللي احنا وضحناها دي، اللي هي مقل واي وكده، وحاجه اسمها ظرف الدرجه، بنحدد درجه الايه؟ درجه الظرف، او يحدد درجه الصفه. تعالى نشوف بيقول لي ايه. عمرو سينجز هيز سونج لاودلي، عاوز يعرفني مكانه فين. فطبعا الظرف في الجملة دي مكانه فين؟ بعد المفعول، بعد المفعول، مع ان هناك كان بيبقى بعد الفعل، زي ما قلت ووك سلولي يمشي ببطء، بلاي كويكلي بيلعب بسرعة، يبقى كان بعد الفعل. لا هنا بقى جه بعد الايه؟ بعد المفعول، عشان تعرف برضه مكانه في الجملة فين، تمام؟ يبقى بعد المفعول، جه مكانه بعد الايه؟ بعد المفعول. طيب دي خلصنا كده من النقطة دي. تعالوا بقى احنا عارفين ان احنا بنضيف للصفة ال واي عشان نحولها ظرف، صح كده؟ طيب اذا كانت الصفة بقى نفسها اخرها ال واي، اذا كانت الصفة نفسها اخرها ال واي، زي كلمة سيلي سخيف، وكلمة فريندلي ودود، وكلمة ماذرلي اموي، وكلمة فذرلي ابوي، يعني عنده صفة الامومة وصفة الابوة مثلا يعني. فقال لي لما نيجي بقى نحولها لظرف
هتستخدم إن، وبعدين آ وآن حسب الصفة، لو بدأ بساكن يبقى آ، ولو بدأ بمتحرك يبقى آن، وبعدين تجيب الصفة وتجيب كلمة واي. فأنا أقول مثلا عايز أقول واحد سخيف بيتصرف بطريقة سخيفة، يبقى هقول هي بيهيفز، هو بيتصرف، عايز أقول بسخافة، يبقى ما ينفعش أقول سيليلي وأزود لها ال واي، ما كده كده هي آخرها ال واي. أعمل إيه بقى؟ أروح قايل إن آ سيلي واي، إن آ سيلي واي، يتصرف بطريقة سخيفة، تمام؟ طيب قبل ما اخش على الظروف الشاذة، طبعا ده كان موضوع الصفات اللي تنتهي بال واي، تعال نشوف المثال ده. طبعا هنا بيوضح بقى هي از فاست، هو سريع، هي رانز فاست، ده موضوع الظروف الشاذة، على اساس ان احنا عندنا مثلا جود صفة الظرف منها يبقى ويل، ما ضفناش ال واي اهو، فاست هي بعينها، ليت، هارد، ايرلي، كل دي تنفع صفات وظروف ما بيتضاف لهمش ايه؟ ال واي، بنسميهم شاذين. فعشان كده قلت هي از فاست، he runs fast, he is late, he runs late، وهكذا وهكذا، تمام؟ طيب لما اشوف مثال زي كده، she spoke to us، الست دي كلمتنا، وكأنها كلمتنا ايه بقى؟ motherly ولا in a motherly way؟ طبعا لازم تبقى عارف ان دي صفة، تمام؟ فانا في الحالة دي طالما عندي فعل يبقى مش هينفع اخد الصفة، يبقى هضطر اخد الاجابة التانية اللي هي ايه؟ in a motherly way، كلمتنا بطريقة الام، كأنها امنا يعني، تمام؟ طيب نشوف بعد كده انواع الظرف. طبعا اتفقنا خلاص ان احنا عندنا ظرف الحال وشرحناه، دلوقتي عندنا ظرف الدرجه. ظرف الدرجه زي ما ايه مثلا بتحدد درجته نفسه، يعني بتحدد درجه الصفه. فانا بقول هي از فيري تول، هو ده طويل قوي، فهنا كلمه طول طويل استخدمته قدامها فيري كظرف ان انا اقول طويل قوي يعني، تمام؟ بس مش طويل قوي قد البرج يعني، ولا طويل قوي قد الجبل يعني، تمام؟ طيب It's extremely cold. الجو بارد موت، سائع للغاية. فهنا بقى انت عرفت بقى ان انت مش هينفع تخرج لما اقول لك extremely، لكن لو قلت لك مثلا It's very cold، برد شوية، فانت تلاقي ان very اصلا مش لايقة على cold، تمام؟ الى حد ما. لكن لما اقول بقى ايه extremely cold، برد قارس بقى، تمام؟ طيب He is a bit fat، تخين حبة، تخين شوية، فإيه؟ فهنا بقى إيه؟ وهنا كان للغاية، وهنا كان جدا، وهنا كان إيه؟ يا دوب حاجة بسيطة. فإذا يبقى إذا الظروف أنواع، تمام؟ فقال لي طب إحنا هنتعامل إزاي؟ قال لي لما تكون صفات عادية أنت بتستخدم لها ظروف عادية. مثلا صفات عادية زي big, old, angry، يبقى قدامها ظرف زي quite, very, really، وهكذا، تمام؟ طيب أقول مثلا إيه؟ He is very angry، هو غضبان قوي، تمام؟ ما تخشلوش دلوقتي. لما اقول لك بقى ايه he is extremely furious، ما furious صفة قوية، حانق، حانق، ها غاضب يعني هيجنن من الغضب، انما angry غاضب عادي بقى، غاضب صفة عادية. فلما كانت دي عادية خدت very عادية، لما كانت دي صفة قوية اللي هي furious خدت معاها extremely ظرف قوي، فهمتوها؟ فبناخد العادي مع العادي والقوي مع القوي، تمام؟ طيب دي الصفات اللي ذاتها معنى قوي، مثلا زي هاي، عالي، إن شانت يعني قديم، فاريوس يعني حانق، يكون معاها ظرف قوي زي اكستريمالي او زي ابسوليوتلي، تمام؟ طيب I am quite hungry، انا جعان شوية يعني الى حد ما، تمام؟ هنا بقى he is absolutely hopeless، هو فاقد الامل، بائس يعني محبط، ها؟ يبقى اذا خد صفة قوية عشان ايه؟ خد ظرف قوي عشان الصفة قوية. The hill، الجبل، is extremely high، عالي للغاية، هنا واضحة هاي قوية معها ظرف ايه؟ قوي، تمام؟ طيب نيجي اخر حاجة بقى، كلمة really، really تساوي حاجة اسمها pretty، هما الاتنين بقى يستخدموا مع القوية والعادية، فممكن اقول he is really angry او he is really furious، تنفع مع الاتنين يعني، تمام؟ اخر حاجة معايا مقارنة الصفات، ان انا لما اجي اعمل مقارنة الظروف، اسف، لما تيجي تعمل مقارنة مع الظرف ده، مثلا لما اقول مثلا هو بيتصرف بطريقة اسوأ من ده او كده، فبتعملها معاملة الصفة الطويلة، انك بتستخدم more او less وتجيب الظرف وبعديه ايه than، تمام؟ وده كل اللي كان في جرامر الوحدة السابعة، وهنشرح باقي الامثلة في حل كتاب جيم، هتلاقوه موجود ايه؟ موجود عندكم ان شاء الله تحت في رابط الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.